عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك يا شيخنا. طيب ولله الحمد. طيب أنا كنت بسأل حضرتك يعني 4 أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز تسمية اسم السيد؟ الظاهر وأن لا مانع، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هو كان في حد سأل حضرتك قبل كده، فهو كان في حديث اللي هو الله هو السيد. حتى لو سلمنا بهذا الحديث بصحته، فأنت تعرف أنه يجوز أن عفوا قالت امرأة العزيز، قالوا يا أيها العزيز، والله اسمه العزيز. نعم. والله قال عن نفسه إنه علي حكيم، علي بن أبي طالب اسمه علي. وكذلك أنت اسمك المؤمن، والله اسمه المؤمن. لكن الفارق بين الاسم والاسم كالفارق بين المخلوق والخالق. وفقنا الله إياكم. قال النبي: من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد بن قيس على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. شكرا لك.